ليه بتحب لقب أبو أحمد؟ لأن اتعودنا كعرب كشعوب عربية أبو فلان على طول، فأنا قعدت فترة أبو فاطمة لحد ما شرف الأستاذ أحمد فخلاص العرف أنه بيتنقل لاسم الولد، دايما بيتعرف أبو فلان أبو فلان، فأنا أبو فاطمة وأبو أحمد وأبو فريدة. ربنا يحفظ، ربنا يا رب يحفظهم يا رب يخليهم. بس انت بتحب ابو احمد يعني؟ انا شخصيا بقول لك يا نادي، بس انت بتحب ابو احمد؟ بحبها جدا، وانا بحب اسم احمد بالتحديد يعني. حتى قبل الجواز وبتاع كنت ناوي لما اتجوز اسمي، لو جت بنت اسميها فاطمه، ولو ولد احمد، وجت لنا فريده في النص دي عارفه كسرت القاعده. طيب مش بذيعة شكرا قوي انا؟ اه والله. لا ما انا بدات سرعه البديهه تقل شويه. لا لا قول بقى، بس لازم اسالك سؤال كمان. يلا. طيب بص يا هنيدي، احنا طبعا كلنا واحنا اطفال حبينا ده اكيد. صح؟ ولا انت ما كنتش؟ لا ده انا كنت. انت كنت؟ لا لا انا حبيب. اوكي. طيب اكيد حبيت بنت الجيران موت. صح؟ طيب اتضربت قدامها ليه بقى؟ مش اتضربت يعني. اتضربت؟ لا الضرب ده مش بنت الجيران، الضرب ده كانت صاحبتي في المدرسه. لما رحت وناديت على اسمها واخوها نزل كلني فرمني علقت موت. طبعا احنا كنا اطفال، هو كان كان راجل كبير. وانت تروح تنادي على اسمها؟ انا هقول البنت ليه؟ لا ما لا ما ناديت اسمي انا، دي كانت فكره صاحبي اللي هو دايما بيورد ده عارفه. قلت له وحشاني قوي وبتاع، قال لي احنا نروح تحت عمارتها ونقول يا هنادي يا هنادي، هتفهم هي، فتطل علينا الطله اللذيذه يعني. رحت معاه ويا هنادي يا هنادي، فهي طلت الطله وعماله تقول لنا حاجه واحنا مش فاهمينها. انا افتكرت انا وحشها، فاهمه؟ اخويا ورا. هي عماله تقول حاجات واحنا مش فاهمين. لحد ما ظهر لنا شخص عمري ما شفته في حياتي، بطل كان تقريبا. بس مع عيال صغيره يعني، كان بيلعب بينا في الهوا كده. لكن بنت الجيران كان ليها خصوصيه تمام. ايه بقى؟ اللي هو بتقفي بقى 6 ساعات في البلكونه فاهمه، وهي في الشباك وبس، ما بتعملوش اي حاجه. وكنت في اولى اعدادي. والله. وبعد كده طلعت لابويا الله يرحمه، قلت له انا عايز 7000 جنيه عشان اخطب. قال لي اشمعنى 7000 جنيه؟ يعني اشمعنى 7000 جنيه؟ عشان انا عرفت ان في واحده قريبتها اما جه جالها عريس وجاب لها شبكه ب 7000، فانا قلت انا مش اقل من، وانا معيش ربع جنيه، عيل في اولى اعدادي. فقال ان شاء الله اما تكبر وان شاء الله نديك 7000. وكانت طبعا كانت ضحكه الشارع طول الوقت، احنا الاثنين قرود قد كده. الموضوع انتشر يعني اصلا؟ الموضوع طبعا انتشر، كان منتشر وطول النهار واقف باصص، حتى لو الشباك مش مفتوح انا باصص عليهم وهي في نفس الوقت وبتاع. وما كان ما حصلش نصيب، بس كانت حاجه جميله جدا. بس النصيب دلوقتي احسن اكيد. الحمد لله. طبعا طبعا.